ايه لا سحس الخاتم الحلو ده وريني والله الخاتم ده جاي لي هديه. وريني يا عم، هي الهديه تغلى على صاحبك. اه بالصحاب النور. ايه الاخبار علي؟ الحمد لله. من فينك يا عم؟ مش باين يا عم، واحنا مش بنتجمع غير لما يكون في مصلحه. مصلحه ايه؟ ما انت عارف ان اليومين دول مفيش فلوس، هنعمل ايه يعني؟ خلاص يا اسطى، احنا هنشوف عبد الزيات وهو بقى يقول لنا احنا هنعمل ايه. وليه ما نعملوش احنا؟ علشان كلكم تكونوا عارفين مفيش حاجه بتحصل غير لما يكون عبد الزيات اولكم. ما قصدوش يا عبدو. قصدو ولا ما قصدوش يا حنون؟ خلاص خلصت. لو كانوا هم عاوزين كده فانا اخليهم يمسكوا فلوس. في راجل الصبح نازل من الكويت، الراجل دي معاه فلوس والحسبه مرتاحه. الراجل ده يصحى الساعه 7 هيركب توك توك، هيروح البنك عشان يسحب الفلوس. هيكون في رجلين من رجالتني لعبه ملعب بان عليها تلعب. هيكون في رجلين من رجالتني واقفين قدام البنك منتظرينه. الراجل ده هيتلافى شنطه الفلوس وهيركب توك توك. حنون انت عارف بعد كده هتعمل ايه؟ اتحرك علينا اهو. خلاص ماشي، خلاص اقفل انت دلوقتي، بس خليك وراه. يلا رجاله يلا ارتبوا كل جاي ده. يلا هو ده احسن اللي اتخانق معاك امبارح. الله على النبي يا جماعه، صل على النبي، صل على النبي. يا عم يا عم يا عم يا عم لازمتها ايه المشكله بتاعتك دي؟ كان لازمتها ايه المشكله بتاعتك دي؟ والله العظيم ما اعرفها، اقسم بالله ما اعرفها. الشنطه فيها نص مليون جنيه فلوس ناس. انا مش ذنب حاجه، مش قدامك فلوس ناس. طيب اعمل ايه انا دلوقتي؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ مش هم قدامك. وقف وقف في وشنا وقول انت سافرت معانا. اعمل ايه طيب انا دلوقتي؟ انا استفدت ايه؟ نص مليون جنيه انا لسه جاي امبارح من سفر. اهدى اهدى، مش فلوس يا بني ادم. انا ممكن اوديك له واحد بيحل مشاكل الناس، وهو ممكن يخدمك في المشوار ده، بس الراجل ده لباش. وديني ليه؟ حاضر يا عم ودي. غريب ده. بص يابا، انا اخر هنا مش هقدر اخش المنطقه دي عشان كلها لبش. طب انا ازاي هجيب الشنطه بتاعتي يعني؟ والله غصب عني، انا اقدر اخش معاك جوا بس خايف ما الاقيش التوك توك بتاعي. انت ممكن تخش تلاقي اي عيل واخد بشله في وشه يساله فين عبد الزيات، هيدلك على طول. خلاص سيبنا انا هتصرف. ماشي يا باشا، خلاص روح سيبنا انا هتصرف. ما عليك. مال مزاجك عامل ليه كده؟ ولع لك سيجاره. من النازل ده، تعال ورايا. راح فين يا عم؟ ايه رايح فين دي؟ لجريدك عشان مقطعها. طب معلش، عايز عبد الزيات. عايزه في ايه؟ عايزه في مصلحة. امشي كده على قرعة اجي هنا. ايه يابا في ايه؟ تعال ناخد صورة انا وانت. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. عايز عبد الزيات. عبد الزيات؟ اه. عاوز عبد الزيات في ايه؟ عايزه في مصلحة. عاوزه في مصلحة، تمام. ماشي يابا، مصلحتي اللي انت جاي له فيها. بس بعد الكلب عشان نعرف نتكلم كده. خليك زي ما انت وتكلم زي ما انت. في شنطه راحت مني. راحت منك؟ اه. شنطه لونها ايه؟ اسود. لونها اسود، فيها كام؟ فيها نص مليون. نص مليون؟ اه. فيها نص مليون، هتاكل لحمه. عايز تاكل لحمه ولا فراخ؟ الشنطه دي فيها فلوس ناس، مش فلوس لوحدي. تدفع فيها كام؟ اللي انت عايزه. بص يابا، مفيش حاجه اسمها اللي انا عاوزه، ولا انت تقول لي خد كام ولا انا اخد كام. انت قلت لي فيها نص مليون صح؟ حصل. خلاص، بيقول لك القانون ايه؟ التلت. بس التلت ده كتير. بص يابا،
انت بتقول كتير. الكلمه اللي انا بقولها ما برجعش فيها. يا اما كده يا اما مالكش عندنا فلوس. طب انا هعمل ايه؟ مضطر ان انا اوافق. تمام حنونه. ادله الشنطه. شنطتك يابا. شنطتي كده. تمام تمام. خدتوا اللي لكم؟ خدنا اللي لنا. وانا خدت اللي ليا. يلا يابا مع السلامه. ايه رايك كده ابو الصحاب في المصلحه دي؟ احلى مصلحه عملناها يا ابو. مصلحه جت بالحلال حبيب قلبي. يلا فكلنا في مصلحه تاني. اهم حاجه الرجاله اللي معانا ومعاك يتراضوا. محدش يزعل. محدش هيزعل. ماشي. والكلب ده اللي النهارده ضروري تجيب له لحمه وتوكل. خلصان زيه زينا. ماشي خلصان. يلا يلا يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت بطلب المدام عايزاه. ماشي يا غادة. ماشي اتفضل يا ست. كل شنو انت عاوزاه؟ خلاص تمام. ماشي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ست كوفي. ورا ورا ورا. بعد اذنك. ورا ما عملتش حاجه. جوزي كوفي ولا خليه هو اللي يجي يطلع اللي بتعمليه. خلاص ليه بتعمل كده يعني؟ ليه بتعمل كده يا شيخ؟ حرام عليك يا شيخ. هو جاي معاك بيقول لي شوف المدام عاوزية. هتسأل اللي جاي. طب ما انا قادر على كده اقول المدام سير جاي. طب خلاص يطلق. خلاص هيسمع. حط صوتك شويه. ما حدش. انا اسف. انا اسف. طب روح اشوف كل مدام اقول له. طب خلاص يلا بينا هنشتري من مكان ثاني. هنشتري من مكان ثاني. يلا روح يا غادر. هي مفيش حاجه عجبتها. روح. الله يسلمكم. طب يلا. ايه ده؟ انت يا ابني شنو مجي لك من الصبح اغسل عجل العربيه؟ والله غصب عني يا فندم. كنت قدام عربيه ثانيه. والله غصب عنك. ايه يعني انت جاي دلوقتي تغسلها وانا من الصبح جاي لك اغسل العجل؟ انت مجنون. معلش يا ابن النائب. والله انت خليت فيها ابن نائب. انت خليت فيها ابن نائب. يعني انا دلوقتي اروح مشوار ازاي؟ خلاص يا ابن النائب حقك عليه. والله انت خليت فيها ابن نائب ولا بتاع؟ انت يا ابني انا مش مجي لك من الصبح تغسل العجل ده؟ يعني انا ينفع اروح المشوار بتاعي والعجل من الريم؟ انت اتجننت. بص يا انت تاخد الجيركن بتاعك ده ولو لقيتك تاني تحت الفيلا بتغسل العجل العربيه هديك في 60 داهيه. فاهم ولا فاهم؟ فاهم يا باشا. يلا اركب. يلا انت ليه كده؟ ليه عملت كده؟ امال عاوز انا اعمل معايا؟ عادي على فكره ما كانش في فرق لو استنيت 5 دقايق تقطع اكل عيش واحد غلبان زي كده. الناس ده شغاله عندنا باليومين. انت نسيت نفسك انت واخده مين؟ اركب يلا. مالك ابوك؟ مالك ابوك؟ تعبان. مالك ابوك؟ روح هات لامك اكلت بسرعه. يا الله ماله ماله؟ مالك في كده؟ تعبان قوي. مالك ابوك؟ ارمح يا ولدي هات الدكتور بسرعه صيدليه. مالك بس في كده؟ امان عليك. لو عصلت لي حاجه خلي بالك من الوقت. لا ما تقولش كده. الدكتور جه. لا الدكتور جه. يا دكتور يا دكتور باي. يا دكتور شوف يا دكتور. شد حالك. مين ارمي عليه راح السند من قويني وبتحام فيه مكسور داري واحساس عمري ما حسيت بيه. انا مش بعتش منك لسه انا عايزني اسمع عبدو. انت ما تنفعش لاختي. تمام انا اختي ما اتجوزهاش لواحد مكوي. مكوي؟ طب انتوا عارفين ان انا شغال مكوي ولما جيت انا اتقدمت ليه انتوا وافقتوا بيا؟ جايين دلوقتي تقولوا ينفعش ينفع بعد ما ولد عمتها يجي من الكويت؟ بص يا عبد احسبها زي ما احسبها. ود عمتها ود خالتها انا ما اتجوزش لاختي واحد مكوي. تجوزش اختك واحد مكوي؟ ايوه باشا. الشرف انا عايز واحد يريح اختي مش واحد يتعبها. لا نازل وفلوسها مرتاحه العمليه. وانتوا بتبصوا للفلوس ما بتبصوش اللي راحت بنتكم. بص يا عبدو احسبها زي ما تحسبها ومن غير سلام.
والله العظيم اللي بيحب الفلوس مش هيلقاها، وطول ما الناس بتفكر في الفلوس الدنيا بتخرب. انت عايز 2 جنيه ليه؟ 2 جنيه فيش والله، 2 جنيه بقى اقل حاجه انا ب 5 جنيه. طب خلاص يا عم هات بالخمسه. ماشي يا غالي. طب عمو ما توقف الاكل يا راجل، اللي انت بتعمله ده ايه يا عم؟ مش فلوس انت عشان قاعد تشتري ب 5 جنيه تعمل لي هنا جلابان وتقعد تاكل من اللب وتاكل من الكوليه دي؟ صدق بالله لا اله الا الله، والله معايا هات الخمسه. انا عشان بننصحوكم على الصح بتعملوا كده، روح يا عمو ما فيش بيها روح. معكم الضرب يا عم، ما بنتكلم ليه معاك كده يا رايش؟ شفشي رايش عليك ما فيش احترام كده، مش هنبيعه ونشتغل بالراحه مع الراجل يا عم. قاعد نمر اخوك الصغير يا عم، مش معاه غير 2 جنيه في جيبه، وراجل يا عم غير فلتين يا عم. خلاص بالله ربنا هيكرمك بغيرهم. طب ما كده احنا هنخسر في المحل دي يا عم، احنا فتحناه ليه؟ هنسيب كل حاجه لله وخلاص ان شاء الله. نرزق على الله يا عم، بس اتعامل مع الزباين بالراحه. ربنا يسرها يا عم. الله يا عم. بص يا نادر، الارض ده دخلت دماغي وهي ده اللي هدم عليها المشروع. عاوزك تاخد الرجالي وتنزل تقعد على الارض دي، اي راجل ينزل يشتغل فيه يتدفن فيها طوالي. يا اخوي الارض بتاعت ناس غلابي وبتاكل عيش منيه، حرام عليك اللي انت بتعمله ده يا اخوي. الارض ده هتكسبنا فلوس، هتخلينا نبقى فوق فوق فوق. اهو ده اللي انت خايف فيه، للفلوس وانك انت تبص لفوق، بس ما خايفش من ربني يا اخويا. في الاخر والله العظيم ما حد هياخد حاجه معاه غير متر في متر. يا ما ناس قبلنا يا والد ابويا ماتوا ما خدوش غير متر في متر. حرام اللي انت بتعمله ديتي. حرام ايه؟ فيش حرام، تبع اللي انا قلت لك عليها، تاخد الرجاله وتنزل، واي راجل ينزل الارض يدفن فيه. فهمنا ولا لا؟ فاهمك يا اخوي، بس خلي بالك ما دام الا وجه الله. بص يا حل انت، بص بص كده على الراجل، وانت حاج بص معاهم. ايوه عشان عاوزين نولع النهارده بالليل وناكل بطاطا، مش هناكل يعني نعمل لكم انتوا تاكل عجائزة. بص انت يا حلو والله، بص انت وانت ليه بعض الثانية ما تبص معاهم، بس اقف هنا وانا وانت هنسرقوا غاز ماشي عشان ناكل بطاطا بالليل عشان لو يجوا يمسكني. اقول لك انت لو عايز روح. صاحب العربي صاحب العربي ها 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 طب سامع الواد انت بيقول ايه؟ انت سامع؟ يا عم سيبه يا ابوي. طب لو شفتك هنا تاني هربطك جنب الكال. روح يا عمو الله يسلك، روح روح يا عمو. اكيد يا عشان في دول تمالي. انا مش احنا امبارح بايعين ب 15 جنيه، النهارده لازم نبيع ب 20 جنيه. صعب اكسر دماغك، بطلع من هنا ايه دور دور. انا ببيع عمو واصرف على اخواتي. وقف بتصرف على اخواتك دينا، خلي اخواتك هم اللي يصرفوا عليها. لو شفتك هنا تاني هكسرك. حاضر عمو. فاهم ولا فاهم؟ فاهم. ها؟ فاهم. بس تيجي هنا تاني. حاضر. ماشي؟ ماشي. يلا قول يلا. العيل اللي هيجي هنا تاني هربطه جنبي. الراجل ده بينزل يصيد سمك في عز التاي، تعال نضحك عليه
وكده كده قاعد لوحده على البر وناخده من السمكات. يلا بينا. يلا. الحمد لله يا رب على الرزق اللي انت كرمتني بيه. جو برد النهارده. الحمد لله يا رب. اري يا ست السمكات دول عاملين كام؟ شوف يا ولد اتمنهم يا ولد وخدهم. انا ما اشوفش انا راجل هندفع 10 جنيه زوج عافي. يا ولد ب 50 جنيه السمك تقول لي ب 10 جنيه حرام عليها. هي 10 جنيه عاجبه؟ يا ولد ده ما يرضيش ربنا. حسين روح يا ولد منكم لله منكم لله. الحمد لله يا رب على الرزق اللي انت كرمتني بيه النهارده. الحمد لله. هو يا عم السيار ربنا يا ولدي معك حاجه النهارده؟ الحمد لله ربنا رزقني بيه. دولي دول ولدي بس بص عليهم الاول يا عم. بس عليهم بيه دول بس دول يعني اعمل لهم 60 جنيه يا ولدي. انا اخذهم منك ب 10 جنيه. 10 ايه يا ولدي؟ ما تجيش نزلت في الميه والجو برد يا عم. انا قلت لك اخذهم ب10 جنيه وبس. لا يا ولد قليلين. لا زي لا وريني بس كده. ايه يا ولد هتعمل ايه يا ولد؟ ليه كده بس؟ ما انا بقول لك ب10 جنيه مش عاجبه. طب دي انت لما تديني 10 جنيه هترضي ربنا كده انت؟ تبقى انزل هاتها. روح يا ولد منك لله منك لله. سعد سعد مالك فيه؟ مزرعتك ولعه. مزرعتك؟ انت لما تديني 10 جنيه هترضي ربنا كده انت؟ تبقى انزل هاتها. روح يا ولد منك لله منك لله. ده عبده لمعلم نادر حبسه 7 سنين ظلم. وتعالوا نشوفه لما طلع هيعمل ايه. ياه اخيرا شفت النور بعيني. ياما في الحبس ما ظليم. انت هذا زفت اللي اسمك طه راح فين الله يخرب بيته دي؟ الله 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 انت نايم وانا من الصبح ادور عليك. انت ازكت اللي اسمك طه نايم له سايب الشغل. لا مؤاخذه معلم نادر ما كانش قصده والله. ولا انت نسيت نفسك؟ زي بعض معلم نادر. ولا نسيت الغزيه داي؟ لا لا زي بعض. ابص على ايدك والله ما كان قصده. طب يلا شوف شغلك. كلمه واحده على قديتي اروح ارميك جنب اخوك في السجن. زي بعض معلم نادر حقك عليك. يلا روح. حاضر يا معلم نادر. ايه اللي حصل في الارض دي؟ 7 سنين واخوي ما يجيش يسال علي. 7 سنين والارض بارت. منك لله. مين انت؟ وين اللي دخلك الجنانه؟ اخوي اخوك قاعد لك تقول اخوي 7 سنين مرمي في السجن وما تجيش يسال علي. طب افهم. افهم ايه؟ افهم اللي انت اللي كان منه السبب ودخلني السجن. راح تشتغل معاه في ارضه وسايب ارضي ليه؟ تبوح كده يا اخوي غصب عنه والله. غصب عني؟ غصب عنك ايه ولا غصب عنا؟ والله يا اخوي غصب عني وهيهددني بالسجن ومش هينفع احنا الاثنين نسيبوا البيت. المعلم نادر اللي دخلني السجن بيهددك انك تخش السجن ليه؟ ماسك عليك ايه؟ قول لي انت ما فاهمش حاجه. انا كان غصب عني وانت بين 4 حيطان حطوني منوم في الشاي وقعدوني جنبي غزيه وصوروني معاها وبيهددني يا اخوي وقال لي ما عملتش اللي اقول لك عليه حرميك جنبه في السجن. هو دي اللي كسرني. يعني المعلم نادر هو اللي عمل ده كله ورماني بين 4 حيطان وبعد ده كله يجيب حته غزيه جنبه ويصوره وعاوز يفضحك؟ ماشي يا نادر مش هخليه عايش على وش الدنيا ده تاني. بقى انت يا معلم نادر تدخلني السجن ظلم تقاعدني 7 سنين بين 4 حيطان وبعد ده كله تصور اخوي وعاوز تفضحه؟ ده انت اللي زيك استحق الموت ولازم تموت يا معلم نادر لازم تموت. ده كمال دراع المعلم نادر اليمين اللي بيأمنه على كل حاجة. ده ابو العربي اخو المعلم نادر اللي بيخاف عليه
زي نور عينيه، لو طلب منه أي حاجة ما بيقولهوش لا. اثبت بدل ما اقتلك. اثبت. ولد عمي. ولد عمك. انت عامل اللي انا هقتلك. طلعت من السجن امتى؟ طلعت من السجن دلوق لسه زي ما طالع. هتقتلناه. مش هقتلك ولد عمي. انت عامل انه ولد عمك لما ظلم هيطلع يقتل. مش هقتلك ولد عمي. هقتل اللي ظلمني وظلم اخوي. النبي ولد عمي ما تقتلني النبي. مش هقتلك. انت عامل ان انا بحب المعلم نادر يا ولد عمي. انا عرفت كل حاجة. وشفت كمان. انك انت دراع اليمين. انت عاملني ان انا بحب المعلم نادر. المعلم نادر يا ما ظلم ناس كتير. انا منهم. وين اللي خلاك سكات؟ اللي خلاني سكات حكم القوة الضعيفة ولد عمي. لو قلت لك على حاجة تجيب دماغ المعلم نادر في الارض تعملها. وانا عيوني ليك يا ولد عمي. اؤمر وانا عبد المأمور. وكده يبقى خدت حقي وحق اخوي وحقك. هقول لك اعمل ايه. معلم نادر. معلم نادر. خير يا كمال. جايب لك صفقة ما تتعوضش ابدا. حتى خد اقرا. وصفقة فيها دي يا كمال؟ ما انت عارفني ان انا مش بعرف اقرا. بقى ببصم. انت عارفني ان انا دراعك اليمين وعمره ما خونه. خلاص هبصم لك يا كمال. ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها العملية دي. توكل على الله ربنا معاك. ماشي معلم نادر. عوقت لي يا ولد عمي. يا اخي ما تكونش كشفت. ايه عوقت لي؟ قلقتني عليا. هالورقة ولد عمي عشان تعرف بس ان انا في ظهره. عاش. وانا اخلي المعلم نادر دماغه داي تيجي في الارض. يلا بيني. معلم نادر الحق. عبد الزيات نزل ارضك. نزل ارضي. طب هات داي. خذ. بدأت الحكاية معلم نادر. واه عبدو انت طلعت من السجن. وازاي جاتك الجراءة وقدرت تنزل ارضي. ارضي اللي انت بتتكلم عليه. الارض داي كانت ارضك. ودلوقت سبحت ارضي. في يا اخوي ليه صوتك عالي؟ واه عبد ابو الزيات. دقيقه ابو العربي تقصد ايه يعني يا عبدو؟ اقصد اللي اقصده وهقول لك انا اقصد ايه. اخوي يا اخوي. وكده خلصت يا معلم نادر. انت السجنت واخوك الدفن والظلم مش بيدوم. قوم يا اخوي يا اخوي يا اخوي. يا ربي ابويا مديني 220 وادو مدعوك زياد. ما ناخذ ال 20 جنيه اجيب بها قلب السجاير وادي له ال 200 كده كده هو مش هيعرفهم. عامل ايه يا حاج عبدو؟ ايه يا ابو الحاج محمود؟ لا خليك ابويا اقول لك هات الجركنين بتوع الغاز وادهم الفلوسات. الجركين بتوع الغاز ماشي. خد هذا شاب. خد هذه الفلوس هات من ولد عمك يا ماشي. حاجي عدهم شوفهم كام. الله يبارك لك ابو الحاج محمود. كام؟ 200 دولار ابو 200. خد ابو الحاج محمود. خد خد. انت قلت لي كم؟ ما هو بعد كم معاك؟ هو بعد 220. بعد 220. ولاد عدوا عددهم كم يا؟ 200. طب ازاي 220 وانت بتقول له خذهم 220؟ ولاد عدوا القوم 200. خلاص هاي هاي 20. 20 لا 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 يبقى في حاجه. بص ادي له كده ال 200. خذ ال 200. انت عايز تستغفلني يعني عشان ادي كلها غاز يعني؟ انا مش هاخد لبالي ولا مش هعرف اعد يعني ولا ايه بالظبط؟ بص ابو الحاج محمود خذ الفلوس وانا ليه كلام ثاني مع الحاج. روح روح. ايوه يا باش. اللي بضاعة لسه وصلاني حالا دلوقتي. هبعتها لك مع طه. لا ما تقلقش ده طه ده دراع اليمين. سلام يا باش. خد وضع البضاعة دي يا طه المعلم من عصام. تمام ولد عمي. ابا ابا. عايز ايه يا ولدي؟ عايز 200 جنيه العب مع صحباتي في النادي. 200 جنيه ايه؟ وانا من امتى عديك بال 200؟ انا مش حارمك من حاجة يا ولدي. انت تاخد بالالوف. عاوزك تصرف. عاوزكش تشوف حد قدامك. عاوزك تطلع اسد يا ولدي زي ابوك. تبقى غدار زي الدنيا دي. يلا روح. شكرا ابا. ياد لم ياد ولا لعب ياد. ابا عايز اروح العب مع صحباتي. ها مش شغالين النهارده ولا مش لمين؟
خد خد امسك الخمسة جنيه ده، جيب الثلاثة جنيه بلي اللي انت عاوز تلعب بيه ده، وتخلي 2 جنيه نجيبوا بيه فول. دقيقة بابا، خلي 2 جنيه نجيبوا بيه فول عشان يعرفوا نتغدوا بيهم. خلاص يلا روح، ما تضيعش الخمسة جنيه كلها، روح. طيب تمام، أهم حاجة إنها وصلت. علم نادر يلا صرفها أنت ودماغك بقى. سلام. البضاعة تسلمت وكل حاجة تمام. عفارم عليك يا طه. الله يبارك فيك يا معلم نادر. قول لي يا طه، الفلاح دي أنا أعمل إيه معاه تاني أكثر من اللي أنا عملته عشان خاطر آخذ نص قراط الأرض اللي معاه؟ والله إحنا نروح له بالزوع، لو ما رضيش اللي عايز تعمل معاه اعمله معلم نادر. عارف لو ما رضيش يا طه أنا هكيده. تعمل إيه يا معلم نادر؟ أقول لك أنا هعمل إيه. أنا ليك يا معلم نادر اللي عايزه. انت على المخازن يا سعد؟ تمام معلم. معلم نادر خير يا طه؟ عملت ايه؟ قتلت لك ولده. يعني عيارك صار تمام؟ هو دلوقتي ارضه بارد وهو مش منتبه لاي حاجه. طب زيد، طب تعال نروح المضو دلوقتي في ساعتي. وبالمهم نشمته فيه كمان. نشمته فيه؟ اه. وكده كده هو ممكن يموت ورا ولده بشهر ولا بشهرين، ما خلاص وراهوش حاجه. بس وانا اقلع ده عشان نشوف. اقلع. قوم يا شوم. ان لله وانا اليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون يا حول الله يا رب. البقاء لله يا عبده. والله العظيم أول ما قالوا لي إنه ولدك ما جيت طاير. بقى لله مين بعد؟ ولدك. ولدي. هتمضي على الأرض يا عبده ولا تحصله؟ أرضي اللي أنت قاعد تتكلم عليها مع النادر، أرضي. أخلص يا عبده. اللي كنت واخد له الارض هما. قصدك مين انت؟ ولده. ولدي. شوف يا معلم نادر، شوف يا ولدي، يا ولدي قوم يا ولدي، قوم يا حبيبي. قتلتك بيدي يا ضناي. هو انت اللي قتلت ولدك؟ يا ولدي. يا ولدي عملت لك ايه الاغراض لما تقتل ولدك؟ انت كنت قاصد تقتل ولدك ليه يا جدي؟ اوه يا ولدي هدفك خيب يا معلم نادر. قوم يا ولدي قوم.